አሁን የሚቀጥለው የፕሮግራሙ ዋና ክፍል የሆነው ትልቁ መልእክት የሚተላለፍበት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስለ አንድነት ይሰበካል፣ ስለ ሰላም ይሰበካል፣ ስለ መተዛዘን ይሰበካል፣ ስለ ወሎ ዑለማ ታሪክ ይሰበካል። ስለዚህ ፕሮግራሙን የሚያቀርቡልን የአይናችን ማረፊያ የሆኑት አላህ ይጠብቃቸው ዶክተር ጀይላን ኸድር ይሆናሉ። ከአስተርጓሚያቸው ጋር የወሎን ዑለማ ከነቦታቸው ስለሚጠቅሱ ይሄን ደግሞ በትክክል ተረድተው ወደ አማርኛ ሊመልሱልን የሚችሉት እሳቸው ናቸው ብለው ሐቃቸው ነው መምረጥ አስተርጓሚ ሼክ ሐሰን ሐሚድን ጋር ወደ መድረክ ይመጡልናል። አላሁ አክበር በነቢላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاني احمد الله اليكم واشكر الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في هذا المكان المبارك في يوم الاحتفال بالقرآن الكريم وبناء المسجد. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا ونسأله أن يوفقنا لإتمام بناء هذا المركز وهذا المسجد، فهو المبدي بالنعم وهو المرجو لإدامتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغلتين ዶክተር ጀይላን አፈላህ ወጠወለ الله عمره وكثر الله من امثاله اللهን ካመሰገኑና በነቢያችንና በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው ላይ ሰላዋት ካወረዱ በኋላ በዛሬው በተከበረው ቁርአን ቀን ላይ በመሰባሰባችን የተሰማቸውን ደስታ ሲገልጹ ይህ የተጀመረ ፕሮጀክት እጅግ በጣም ትልቅና የተከበረ የላቀ ስለሆነ መስጂድ መገንባትና የቁርአን ተህፊዝ ማዕከል መገንባት ነው። በዚህ ላይ በመሰባሰባቸው የተሰማቸውን ደስታ ከመግለጽ ጋር ምክራቸውን ሲለግሱና ዱዓቸውን ሲጀምሩ ምንድነው ያሉት? የጀመርነውን ፕሮጀክት ለማሟላት አላህ ይወፍቀን ነው የሚሉት። ثم الذي أحب أن أوصي نفسي وإياكم هو الوحدة، الملازمة جماعة المسلمين، أن نلازم جماعة المسلمين، أن نرعى الوحدة. هذا البلد الإسلام مبني على الوحدة، والله أمرنا بالوحدة وقال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بالحبل الممدد إليكم من السماء الذي هو الكتاب والسنة، أي اجتمعوا على التمسك بالكتاب والسنة ولا تفرقوا. فالله أمرنا بالوحدة، والله سبحانه وتعالى حذر من التفرق وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء،
أي الذين يفرقون الدين ويتوزعون على الجماعات وعلى الطوائف فأنت بريء منهم. فأنت دينك مبني على الوحدة، والذي يفرق لست منهم فهم براء منك وليسوا من أهل سنتك. هكذا حذر الله تعالى نبيه بعد أن أمرنا. فلذلك علينا أن نرعى الوحدة. እኔና ራሴንና እናንተን የምመክራችሁ ወስያ የማደርገው አደራ የምለው ነገር ቢኖር አንድነትና መደጋገፍ መረዳዳት አብሮነት ነው። ዲን አልኢስላም አንድነትን ነው የሚመክረው አንድነትን ነው የሚያስተምረው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ አተስሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ኢላል በአላህ ገመድ ተጠበቁ አትበታተኑ ኢላል። የተበታተኑትን ሲያወግዝ እነ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم እነዛ ዲናቸውን የበታተኑትና አንዱ አንዱን ጫፍ ሌላው ሌላውን ጫፍ ይዞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሄዱትን ሰዎች አንተ ከነሱ አይደለህም እነሱም ካንተ አይደሉም ያንተን ሱና የያዙ አይደሉም እነሱ ካንተ የተገለሉና አንተም ከነሱ የተገለልክነህ ብሎ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማቸው እንዳይበተንና የተበታተኑት የሳቸው እንዳልሆኑ የገለጸ ስለሆነ አንድነት ነው የምመክራችሁ ይሉና هذا المشروع وصل الى هنا بالتآلف وبالوحدة وبتعاون اهل هذه المنطقة ممن في هذه المديرية والذين في العاصمة أديس أبابا والذين في الخارج بتعاونهم وصل إلى هذا. هذه الوحدة من فوائدها تنمية البلد واستقرار البلد والاتجاه للعمل على تنمية البلد على بناء المراكز بناء المساجد بناء المدارس وتنمية بلدنا وتطورنا. إذا اتحدنا سنطور بلدنا ونستغني عن الخارج. وأمتنا أمة لها الحمد لله إمكانيات من جميع سواء فكرية أو مالية، لكن الذي ينقصنا الوحدة. إذا توحدنا سنوجد بإذن تعالى المعجزات. إيه بروجكت እዚህ ደረሰበት ደረጃ ላይ የደረሰው በመተባበር በመፈቃቀር በመደማመጥ በመተሳሰብ እንጂ በመለያየት አይደለም። እኛ ይህ ኡማ ይህ ህዝብ የሚጎድለው ነገር የለም። እውቀት በቂ እውቀት አለው፣ ገንዘብ በቂ ገንዘብ አለው፣ ሙያ አለው፣ አቅም አለው። የሚጎድለው አንድነት ብቻ ነበር። ይሄ አንድነት ደግሞ በአላህ ፈቃድ ዛሬ ከተገኘ ይህን የተጀመረውን ፕሮጀክት ብቻ አይደለም እጅግ በጣም የሰፋና ትልቅ ፕሮጀክት ለመስራት የሚቻልበት አቅም ነው ያለው። አሁን የተጀመረው የቁርአን መርከዝ መስጂድ ሲሆን አገርን በማልማትም ደረጃ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሰርተን ተአምር ማሳየት እንችላለን ነው የሚለው። بلاد ولو معروفة بالوحدة وعدم الخلاف، فيوجد فيها عدة مذاهب، مع ذلك يتعاونون. يوجد عدة اتجاهات ومع ذلك يتعاونون. بالذات هذه المنطقة، منطقة بورنا، منطقة كلالا، فيها علماء كثيرين. هي بلد علم، لو لم يكن فيها في هذا العصر الشيخ محمد علي آدم لكفى الذي ومفخرة الحبشة، والذي استطاع أن يشرح الكتب الستة السنن الذي لم يسبقه أحد، وصار مفخرة لمسلمي الحبشة بل للحبشة فضلا عن مسلمي ولو ومسلمي مديرية كلالا. ወሎ የአንድነት ተምሳሌት ናት። በአንድነት የምትታወቅ አገር ናት። ኹሱሰን በተለይም ደግሞ ይህቺ አካባቢ ቦረና የምትባለው
ዛሬ ለሶስት ወይም ለአራት ወረዳ ተከፍላ የምትገኘው ብዙ መዝሃቦች ያሉባት ሻፊዒያ ሐነፊያ ብዙ ኢትጃሃት ያለባት ብዙ ጥሩቅ ያለባትና በብዙ ኢትጃሃቶች የሚለያዩት ግን አንድነታቸውን ሊያፈርስባቸው ያልቻለ በአንድ ሆነው ዲናቸውን ሲያስፋፉና አገራቸውን ሲያገለግሉ የኖሩ ዑለማዎች ያሉባት አገር ናት። አገሩ በራሱ የአንድነት ተምሳሌት ነው። እንኳንና በአንድ ዲን ውስጥ ያሉት በተለያዩ አዲያኖች ውስጥ ያሉትም ቢሆን አንድ ሆነው ተደጋግፈው ተረዳድተው ተሳስበው አንዱ የሌላውን ክብር ጠብቆ የሚኖርባት አገር ወሎ ናት ቢባል የሚያሳስት አይደለም። እንደ ዑለማዎች ሲታይ ሼክ መሐመድ ሼክ ከዚች አገር መወለዳቸው ለዚች አገር ቀርቶ ለኢትዮጵያ ለአገሪቱ ለሐበሻ ባጠቃላይ ኩራት የሆኑ አባት የተገኙባት አገር ናት። የተለያዩ መዛሂቦች ሲስተናገድባት የቆየችና አንድነቷ ያልተነካባት አገር ናትና አሁንም በልምዷ ትከተልበት ነው የሚሉን። فهذا البلد يوجد مذهب الشافعي ومذهب الحنفي وبينهما اختلاف في بعض المسائل الفقهية ومع ذلك يتعاونون ويحترمون ويوقر بعضهم بعضا. فهنا مذهب الحنفي كحلقة هوي وحلقة وجيرة وحلقة قروة هذه الحلقات تدرس المذهب الحنفي وفيه بعض الخلافات بينما توجد حلقات أخرى كمناس وكمرسى وكشيخ الشافعي شيخ محمد الشافعي وغيرهم يعلمون مذهب الشافعي ومع ذلك مع الخلاف استطاعوا أن يتعايشوا استطاعوا أن يتعاونوا استطاعوا أن يبنوا. فوجود الخلاف لم يفسد الود. فلما جاء علم الحديث أيضا الشيخ محمد حياة الشيخ حياة علي لما جاء هنا الشيخ ما ذكروه قبل قليل الشيخ حسين أبا بركات يقول له البغلة ويحترمه مع أن الشيخ حياة تلميذ مفتي كبير واتجاهه سلفي حديثي بل متشدد في بعض القضايا كقضايا الصوفية ومع ذلك لم يفرقهم بل يتعاونون. فهذه الوحدة ينبغي أن تستمر. እንዲሁም በአገሪቱ ውስጥ የተለያዩ መዝሃቦች መኖራቸውን ሲጠቅሱ ሻፊዒያ አለ፣ ሐነፊያ አለ። ከሐነፊያ መዝሃብ አስተማሪዎች እና መራኪዞች አንዱ ለሶስቱን ሲጠቅሱ እንደ ሀዌ፣ እንደ ሸሆ ጅግሬ ኮኒ፣ እንደ ገረዋ ያሉት እጅግ በጣም ሰፊ ተማሪ ያላቸውና ከተለያዩ አቅጣጫዎች ዑለማ ተማሪዎች እየመጡ ብዙ ልምድ ቀስሞ የሚሄዱበት እንዲሁም ደግሞ በሻፊዒያ እንደ መርሳ፣ እንደ ሲሬ፣ እንደ አገዩ፣ እንደ ጠራንጠር የተቀሩትንም ቦታዎች ቅድም አስታውሰው ሲዘረዝሩ ነበር። አሁን ካፋቸው ላይ ስለጠፋባቸው እየጠቀስኩ ነው። እነዚህን ቦታዎች ሁሉ በማስታወስ እነዚህ መዛሂቦች በአንዳንድ መስአላዎች ላይ ኺላፍ አላቸው። ላኪን ኺላፍ የልዩነትና የጸብ መንስኤ ሳይሆን ቀርቶ እነሱ ተሳስበው ተዋደው ተፋቅረው አንድነታቸውን አክብረው እስካሁን ድረስ ያቆዩት አገር ናት። እንዲሁም ለዚህ መገለጫ ከጥቂት ጊዜ በፊት የተነገረው በኡስታዝ ሰዒድ ኺያር የተነገረው እና የተከሱት ሼክ ሁሴን አባ በረካ ረሂመሁላህ ሼክ ሐያት አሊዩን ረሂመሁላህ በእግራቸው ሲሄዱ ባዩአቸው ጊዜ ቁርአን በእግሩ እየተጓዘ እኔ በቅሎ ጋልቤ አልሄድም ብለው የሰጧቸው ትልቅ መገለጫ ነው። ሌሎችም ዑለማዎች
የዚህ አይነት ሰሃዋ የነበራቸውና የዚህ አይነት ፍቅር የነበራቸው መዳሂብ ያለያያቸው ኢትጃሃት ያለያያቸውና አንድነታቸውን አክብሮ የቆዩ ናቸው ነው የሚሉን። فاليوم ان شاء الله نرجو ان يستمر هذه الوحده وان نكون متآلفين حتى نطور بلدنا ونشتغل ونترك الاختلاف والتفرق ونعمل معا بيد واحدة مع جميع المجتمع مسلمهم وغير المسلم في تنمية البلد وتطويره واستقراره وأمنه، فلأن استقرار البلد مهم ولا يمكن الاستقرار هذا إلا بوحدتنا والمحافظة على الأمن والسلام. يا غريت لمت يسلهنا أهنم يهلم داتشن اندي قتل اغابزا چوهالو انقواننا عند امنت وستيالو مسلم هبرت سبكرتو ليلاوم امنت አገሪቱ ሰላም እንድታገኝ ያገሪቱ ጸጥታ እንዲከበር ያገሪቱ ልማት እንዲያድግ በአንድነት ተባብረን እጃችንን አነባብረን ልባችንን በአንድ አይነት አቅጣጫ አሰማርተን ልንገነባ አገራችንን ልናሳድግ ይገባናልና ይህ የአንድነት ልምዳችን መቀጠል አለበት ነው የሚለው። ثم هذا المشروع ينبغي ان نتبرع فيه لأنه من الصدقة الجارية. هذا المشروع ليس صدقة عادية ينتهي وقتا، لأن كل من ساهم فيه. الآن نذكر شيخ حسين أبا بركة لأن له أجر فيما يبنى، لأنه من الصدقة الجارية وتعب فيه 40 سنة حسب ما سمعنا. هذا الأجر يبقى له، ونحن الآن إذا شاركنا في البناء كل بحسب استطاعته، كل إذا ساهم يكون له وقفا فيدركه بعد موته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذن علينا أن نساهم اليوم كل من كان يستطيع، فعلينا أن نشارك في هذا الوقف وفي إحياء هذا المركز حتى يكون لنا أجرا بعد وفاتنا. بما قتل إيه بروجكت يتجمره بروجكت عندمان نيوم صدقاء عندي تبلتو يميالكنا عند أجر بچا يميتبك بتسايهون قواتو يميت ترغ أجر ሁልጊዜ የሚመነጭ አጅር ያለው የማይቋረጥ አጅር ያለው ስለሆነ ሁላችንም ልንሳተፍበት ይገባናል። ሀብታም ብቻ ያድርግ ተብሎ ለሀብታም የሚተው አይደለም። ሁሉም በያቅሙ ሊሳተፍበት የሚገባ ፕሮጀክት ነው። ምክንያቱም ሰደቃ እንደ ሁለት ነው የሚታየው። ሰደቃ ጃሪያም ቢባል አለ የማይቋረጥ አጅሩ፣ እንዱም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ የሚገኝለት አጅር ያለው ሰደቃ አለ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰው ልጅ ስራ ሁሉ ይቋረጣል፣ ሰደቀተን ጃሪያ የሚኖረው ቋሚ አጅር የማይቋረጥ የሚኖረው እንዲህ አይነቱ መራኪዘል ዒልም ላይ ኢንፋክ የተደረገ ነገር ነውና በዚህ ላይ ሁላችንም ልንሳተፍ ይገባናል። ቋሚ እና እስከ መጨረሻው ተቃሚ የሆነ ነገር ነው። ሸውሴና አባበረካ ስማቸው በተደጋጋሚ የተነሳው ለዚህ መሽሩዕ የሚሆን ቦታ ተረክበው ለሙስሊሙ አስረክበው ስለሄዱ ነው። እኛ ደግሞ ያን የነሱን ስራ ስናስቀጥል ለኛም ከዛሬ ጀምሮ የዑመል ቂያማ ድረስ የማይቋረጥ አጅር የምናገኝበት ስራ ስለሆነ ሁላችሁም እንድትሳተፉበት ማንም ወደ ኋላ እንዳይል ይሉና። ثم اختم هذا بالدعاء لعالمين جليلين ولدا في هذه المنطقة وصار مفخرة لنا. أحدهما الشيخ محمد علي آدم، الشيخ محمد الشيخ، والشيخ
محمد أحمد كلاهما مريدان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما، لأنهم لو كان معنا ما أحسن هذا المجلس، لكن مع عدم وجودهم معنا يحزننا، لذلك فعلينا أن لا ننساهم. اللهم اشفهما، اللهم اشفهما، اللهم اشفهما وعافهما ومتعهما بالسلام. በመጨረሻ ሁለት ታላላቅ ዓሊሞች ያገሪቱ ተወላጅ ሆኑ የእምነት አባቶች ሁለታቸውም ለኢስላም ብዙ የሰሩ ሼክ መሐመድ ሼክ በተለይ ብዙ kitabዎችን የሸረፉ ከቅድምም ያለፉት ሱነነ ሲታን ራሱ የሸረፉ ኩቱበ ሲታን የሸረፉ አምሳያ የሌለው ማብራሪያ የሰጡ ሼክ ናቸው። ሼክ መሐመድ አህመድ ደሞ እዚሁ ከላላ ውስጥ ሆነው ኡማውን ሲያስተምሩ የነበሩ ሁለታቸውም ዛሬ በህመም ላይ ነው ያሉት። ሁለታቸውን አላህ እንዳሽራቸው ሁላችሁም ዱዓ እንድታደርጉ አላህ ያሽርልን አላህ ያሽርልን በማለት እንጨርሳለን ነው የሚሉን። ጀዛሁ አላሁ ኸይራ ከሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሊ ወአፍዳሁ አላሁ من السوء والمكروه. السلام عليكم ورحمة الله.